آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ يوسف أحمد ضيف القارئ والمقيم بكفر الشيخ خليل، فندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قل الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة،
أصحاب الجنة هم الفائزون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أصحاب النار وأصحاب الجنة.
تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا
سبحان الله
فأما ثمود فأهلكوا بطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية خير
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. والله أكبر.
الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا قارئ بمرية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ يوسف أحمد ضيف القارئ والمقيم بكفر الشيخ خليل التابعة لمدينة شبين الكوم. الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني للفراش الحديث الخضراء تطلب توبة لشركة المتوكل على الله إدارة الحاج فتح الارح وأولاده المقيم بمدينة بنوف. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا وسعيكم مشكور، والسلام عليكم ورحمة الله.